حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم الرضي الخبير في الثروة البحرية. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. يعني هذه الدراسة ربما علقت جرس الخطر عن المخزون الثروة السمكية في بحار البحرين. من خلال المعطيات التي وردت في هذه الدراسة برأيك، ما الإجراءات التي يجب اتخاذها بشكل عاجل لحماية ما تبقى من مخزون الثروة البحرية؟ طبعا هي الدراسة كانت فنية علمية تتعلق بمقياس الجهد الصيد أو مجهودات الصيد على الثروة السمكية بمختلف الأنواع، يعني بمختلف الطرق الصيد، إذا كانت شباك أو أقفاص أو إلى آخره. فإحنا عملنا هذه الدراسة لتحديد مستويات الجهد، فاكتشفنا خلال فترة الدراسة وما بعد النتائج اللي حصلنا عليها أن هناك صاير ما يطلق عليه بالصيد فوق طاقة المخزون. فهذه عطت مؤشر أو جرس على أن المخازين ما في حالة استنزاف. طبعا الدراسة كانت شاملة إلى حوالي 80 نوع من الأسماك أو 80 رصيد ما نطلق عليه برصيد سمكي. طبعا الدراسة لما وجدناها أن هناك كمية أو نقول عنه جهد فوق طاقة المخزون، فحسبنا من خلال المؤشرات ما يطلق عليه بمعدلات الصيد أو المؤشرات الأولية لمعرفة أن هل المردود مال الصيد يعطي نتائج في مستوى مقبول أو أنه لا تعطي مؤشر على أن هناك في خطورة استنزاف ما يطلع عليه. فوجدنا أن حوالي من 80 رصيد، يعني حوالي فوق 85% من الأرصدة يتم استنزافها. ما يتم بذله من جهد، يعني احنا نقول جهد الصيد، يعني هناك في سفن في يعني صيادة. الأسباب البشرية هي التي أدت لهذا الانخفاض الكبير كلها في المخزون. فهذا اللي يعطينا ان هناك الأرصدة ما في حالة خطر او في حالة استنزاف. فيجب ان هناك تكون اجراءات تنظيمية من ضمنها ان هي خفض الجهد الصيد. يعني مثلا اذا جينا احنا في فترة مثلا استاذ عبد الكريم، هل اجراءات خفض الصيد التي تقوم بها الحكومة الان من خلال عمليات حظر الصيد في مواسم معينة للروبيان وغيره من المصادر السمكية، هل هي كافية ام انها بحاجة لزيادة؟ لا احنا نتحكى ان هناك في يعني فوق طاقة المخزون، يعني السفن الموجودة وطاقة الجهد هي فوق طاقة المخزون. احنا محتاجين وعمليات الحظر لا تؤمن الزيادة المطلوبة من اجل تعويض النقص. لا يعني عساس تصير واضحة حتى من ناحية اقتصادية، انت ما تبذل من جهد واستنزاف، يعني اموال تهدر في البحر. طيب هل يعني ترى ان عمليات الاستزراع السمكي ربما تكون احد الحلول المناسبة والجذرية والعاجلة لحماية الثروة البحرية الان؟ طبعا يعني هذا احد يعني مو على البحرين، على المستوى العالمي الان الاستزراع يشكل حوالي اكثر من 40 او 45% من حجم الاستهلاك. فطبعا هذه احد الرؤى ان الكل يعني على مستوى العالم انه تتجه لاستزراع انواع مقبوله ومطلوبه في السوق المحلي. يعني طبعا احد الامور اللي تعمل الحكومات على التوجه اليها. يعني في حال إقراء الإجراءات التنظيمية وصدورها، كيف يتم ضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل أمثل بما يحول دون الاستمرار في ارتكاب هذه المخالفات التي تهدد البيئة البحرية؟ طبعا احنا محتاجين، يعني هذا يعني من احد النقاط المهمة، ان محتاجين الى جهاز رقابي، يعني ما يسمونه الإشراف والمراقبة والمتابعة. هذا الجهاز يجب ان يعني أنا تواجد، يعني طبعا ليس في على مستوى البحرين، على مستوى كل دول العالم. لما تضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية لا عساس تضمن تنفيذها بصورة صحيحة، يكون هناك في جهاز رقابي وإشرافي لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات. من غير هذه من الصعوبة يعني أنك أنت تصل إلى النتيجة التي تبتغيها. شكرا لك الأستاذ عبد الكريم الرضي الخبير في الثروة البحرية.